مواكبة للتمديد الجديد لعمليات التلقيح، أدت السلطات الإدارية والأمنية بالبراكنة زيارات ميدانية لبعض مراكز أخذ اللقاح بمدينة إلاغ. شهدت خلالها دار الشباب القديمة في المدينة حضورا كبيرا للمترددين على مراكز التلقيح، خصوصا من طرف جمعية الوسيط لمكافحة الفقر ودعم التنمية. وذلك في اطار نشاطها التحسيسي الذي تضمن الى جانب التلقيح توزيع سلات غذائيه لما يربو على 160 مستفيد. على كل حال هذا لا شك على ان هذه 160 اسره من بلديه الاق دور تساهم طبعا في الفتره في تخفيف اعباء الفتره عن المواطنين اللي أكثر, اكثر 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 فقر وبالتالي شاكرين هذه الجمعيه على هذه المبادره وعلى هذا الدعم السخي للمواطنين. من جهه اخرى انتهز هذه الفرصه ملي. على كانت مناسبه إن هذه الفرصه في اطار التحسيس بكوفيد واطار الاسبوع الوطني للتلقيح اللي تم تمديده كيف تعرفوا بذل التيام هي خلال عطلة الاسبوع واللي مطلوب من ولايتنا على غرار الولايات الاخرى آه المشاركه وعلى للرقم اللي فات آه انه ما, ي ما 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 يرجع اللورا معناها انكم مطالبين من حالا اعلن ذي الارقام اللي لها في التلقيح اعلنها يا يالله تزداد تنزاد ويا الله تتضاعف ويا الله تعرفوا هذا الوباء الى حد الساعه علاجه شنو لا الوقايه منه والوقايه منه لا بهذا التلقيح اللي فات اللي اللي معترف به دوليا وعن طريق منظمه الصحه العالميه وعن طريق الهيئات كامله الرسميه في المجال الزيارات تواصلت لتشمل ثانويه الاق وروضه الاطفال العموميه بالمدينه وإعدادية ألاك إضافة إلى فرق أخرى متنقلة في الأسواق وقد شدد والد براكن في جميع محطاته على ضرورة استفادة الجميع من هذا التمديد الجديد محمد مصطفى فابو قناه موريتانيه مدينه الاك